مساء الخير، هنا استوديو 87. ضيفكم وضيفي الليلة دي هو الفنان ضيفكم وضيفي الليلة دي هو الفنان عندي مشكلة بس هحلها وارجع على طول. اتفضل. اهلا، هو الفنان احمد بدير. الفنان الكوميدي احمد بدير، طول قامتك ده اللي سبب لك مشكلة عندنا في الديكور، هل في حياتك العادية بيسبب لك مشاكل او متاعب؟ يعني هو بيسبب لي مشاكل مع سارة ودعاء. اللي هما مين؟ سارة ودعاء؟ يعني حابب اقول عليهم بعدين، لان لما باجي اخش البيت بيجوا جري عليا، فلازم اوطي علشان اشيلهم وابوسهم، فمشكلة. انت طولك كم متر؟ كم متر؟ طولك كم سنتي؟ يعني انا ما مقستش الحقيقه، انما يعني بتاع من متر ل 180. 180 بس؟ تقريبا 185. انا عايز اسالك، هل الفنان الكوميدي ممكن يعني شكل جسمه يساعده على تجسيد الكوميديا؟ بمعنى مثلا انك انت طول قامتك، مثلا جورج ستهم بدنته، دريد لحام نحفته، هل ده بيساعدهم على يعني نحفت دريد، سمانه جورج، وسامتي، طبعا كل المسائل دي بتساعد الكوميديان. يعني اكيد في الحركه لما بيبقى في مطه رقبه، يعني برضه بتساعد، يعني اكيد الجسم بيساعد. الفنان الكوميدي احمد بدير، يعني احنا نقدر نقول انك انت من جيل الكوميديا الحديث، انت بقالك كم سنه؟ يعني على مستوى الاحتراف بالظبط 76 77 76 77 سنه؟
ايوه يعني 66، لا يبقى كتير قوي، لا يعني من سنة 76. من سنة 76 يعني الحمد لله انت في فترة وجيزة جدا حققت مرحلة متقدمة جدا ونجومية اللهم في لك عالم الحمد. يعني الفنان. هو فعلا في عمر الفن يعني تعتبر فترة صغيرة قوي، ولسه بدري عليا قوي قوي. ان شاء الله. الفنان احمد بدير الزوج والاب، هل حياته العائلية مستقرة يعني رغم مشاغله في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما؟ هي مستقرة من ناحية المدام شوية، إنما من ناحية سارة ودعاء بقى اللي أنا بوطي علشان أشيلهم. أولادك بنتينك؟ بنتين سارة ودعاء. يعني الحقيقة أنا مقصر في حقهم إلى حد كبير، يمكن بشوفهم هما نايمين الصبح واخرج وارجع وهم نايمين بالليل، الا بقى لو انا قرصت واحده بالليل عشان تصحى تعيط فتصحي اختها فاقعد العب معاهم شويه. دلوقتي الفنان احمد بدير انا عايزه اعرفه بمطربه حلقتنا الليلادي، يا ريت. وطبعا على طريقه السيلوات بتاعتنا، بس انا هقولها هي ورا الديكور ده، وهتتفضل الفنانه المطربه تقف تقف سيلوات. تفضلي حضرتك خلف في الشاشه. ايوه اهي. طبعا كالمعتاد حضرتك هتسالها اسئله تكون الاجابات بلا او نعم. لا وبعدين هي انا عرفتها من غير اي اسئله خالص. يا سلام. امال ايه من السلويت؟ مين؟ انا انت مطربه؟ اه شفتي؟ مطربه بتغني؟ هو المطرب بيغني يا استاذ احمد؟ لا بلعب كوره. ما انا قلت كده، انا استغربت، معقوله مطرب هيغني برضه؟ بتغني. طيب اغاني دسمه ولا اغاني خفيفه؟ هي مش اغاني خفيفه، يعني اغاني دسمه، ممكن تقول اغاني دسمه. طب انت صغيره في السن ولا كبيره يعني؟ لا يا ايوه مش يا عجوزه. يا ايوه لا، يا ايوه لا، يا ايوه لا، مش عجوزه. لا مش عجوزه. طيب انت من اي بلد بالظبط؟ يعني بلاش اي بلد. انت من اسيا؟ لا لا. من امريكا؟ برضو لا. من افريقيا؟ اه. طيب وسط افريقيا؟ لا اطلع شوية. جنوب افريقيا؟ بتقولك اطلع شوية، مش وسط افريقيا، اطلع لفوق. شمال افريقيا؟ مظبوط. شفتي؟ طيب شمال افريقيا، يبقى كده قربنا نوصل للهدف. المغرب؟ هو المغرب العربي، انما مش المغرب. ولا العيشة؟ ولا العيشة. تونس؟ تونس. لا هو فاضل سؤال بقى اعرفه وان شاء الله هوصل للحل. بتدرسي او بتدرسي او غنيتي او رحت القاهرة؟ انا عرفتها. سلام، ده انا طلعت لطيف لطف. لطيفة. برافو عليك. اهلا بمطربتنا، مطربة هذه الحلقة ونجمتنا لطيفة. اهلا بيك. شفتي عرفتك ازاي على طول؟ بس بعد وقت طويل. لا مفيش، ده انا كنت بس بقى. المطربة لطيفة من تونس. احنا عارفين ان الاستاذ بليغ حمدي والاستاذ عبد الوهاب محمد هما اللي شجعوكي على احتراف الغناء في مصر، يا ترى لقيتي ميدان الفن سهل؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، طبعا بدايتي كانت مع الاستاذ بليغ حمدي، وكان هو اول فنان سمعني في مصر، واول فنان بعث فيا فكره ان انا ادرس في مصر هو الاستاذ عبد الوهاب محمد. طبعا يعني عايشت نوعا ما الميدان الفني في مصر، ودخلت اكاديميه الفنون، فشخصيا مش شايفه فيه اي صعوبه. لا يعني انت فتره وجيزه جدا، يعني نقدر نقول انها اشهر قليله انطلقتي زي صاروخ في عالم الغناء، وما بنحسبش الحمد لله. انا عايز افهم ايه حكايه فتره وجيزه دي؟ لا. يعني اصلها حظي النهارده، يعني اتقالت لي بره. حظي النهارده ان انا يعني الحقيقه واضح ان النجوميه على طول بالنسبه لكم. الله يخليك، الحمد لله بتوفيق من الله. يعني هو فعلا بقى لي سنتين ونص في مصر. سنتين ونص تقريبا يعني، مع الدراسه
النشاط الفني فيدوب. الحقيقة أنا مش عايزة دلوقتي إن إحنا نتكلم كتير، لأن إحنا طبعًا عايزين نسمع غنى وطرب. طبعًا. إيه رأيك؟ أنا ولا الأستاذ أحمد؟ لا أنتِ مبدئيًا أنتِ دلوقتي، الأستاذ أحمد بعدين شوية. أنا في آخر البرنامج. نسمع الصوت الجميل. حاضر عينيا. ميرسي، اتفضلي. الأستاذ أحمد بدير، اوعى تفتكر يعني انها هتطلع تغني كده وانت هنعمل بس حوار. ده انا كنت عايز اغني دلوقتي. ما عندناش نجم بيجي في هذه في يعني في استوديو 87 الا لما بيغني. لا بس تعيد. لا ان شاء الله هتغني. ريانسون هيجي دلوقتي وهغني وهبقى كويس قوي. طيب نسمع لطيفه. يا ريت. Thank you.
الجمال. استاذ احمد بدير، انت وعدتنا انك انت هتغني في حلقه الليله دي. اه طبعا. هتبتدي تغني دلوقتي؟ طب اسخن شويه بس. تسخن شويه على اي الحالات. اهي الفنانه لطيفه وصلت، وعايزاكم انتوا الاثنين اتفضلي اتفضلي. عايزاكم انتوا الاثنين بقى نعمل نقدم فقره الغناء صمتا، بس تبقوا دويتو. يعني الاغاني بصوت فنانه تبقى لطيفه والفنان تبقى انت. خلي بالك انا بتاعي تيجي انت مطرحي هنا لطيفه. تعالي مطرحي. ايوه خليني انا هنا عشان انا اللي هادي كل واحد فيكم كام على 10. يعني احنا خلينا بجد. اه طبعا. هينزل صوت ولا اجي؟ واحد اثنين. ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقول لك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقراني في قلبي واحكيلي عليه. قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا، والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ حتى سواده له ضيح نين في عينيا. ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك وعدوك شوفي أحبك، يا سلام على حبي وحبك. شوفي جسمي أحمر إزاي من حبك، شوفي وشي أصفر إزاي من حبك، شوفي
ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كانا بدل الما هي رعاق وبصرمن. والله العظيم والله برافو لينا احنا الاثنين. انا مش هديكوا نمر، ايه مش هديكوا نمر، بس انا غنيت على كل حال بس هكافئكوا برضو. انت مش عايز تدي نمر متحيزه ولا ايه؟ لا حاسه ان انا ماشي. هكافئكوا بانكم تتفرجوا دلوقتي وتشوفوا فرقه للفنون الشعبيه، فرقه الجداوي.
الفنان احمد بدير والفنانه لطيفه هوجه لكم مجموعه من الاسئله سريعه، ومش عايزين اجابات لا ايوه ولا لا، من غير ايوه من غير لا. فنانة لطيفة، بتحبي ام كلثوم؟ بحبها جدا. واسمهان؟ واسمهان كمان. درستي موسيقى في تونس؟ درست موسيقى في تونس. وبعدين درستي في مصر كمان؟ ولسه بدرس موسيقى في مصر. انت في معهد الكونسرفتوار؟ في اكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقى العربية. في سنة كام؟ سنة ثالثة عالي. حقيقي سنة ثالثة؟ سنة ثالثة. رياض السنباطي لحن لك؟ الله يرحمه. لا. كمال الطويل لحن؟ انت اكتشفتيها ولا ما اكتشفتهاش؟ استعد استعد. احمد بدير مين اكتشفك؟ اللي ارد بصوت. اسمك الثلاثي ايه؟ احمد بدير رضوان. عندك اولاد قد ايه؟ ساره ودعاء. طوال زيك؟ طوال. والدتهم بتشتغل؟ بتشتغل. في الفن؟ ما بتشتغلش. ما بتشتغلش خالص؟ خالص. امال قلت بتشتغل ازاي؟ غلطت. صحيح؟ والله. مين اكتشفك؟ محدش. الفنان احمد بدير بتشتغل في المسرح؟ انا؟ اخر مسرحية قدمتها ايه؟ الرصيف. كانت حلوة؟ حلوة. مش قوي. لا. في نقد كتب عنها؟ لا. قلت لا. لا دي مش لقيتي. امال لقيتي؟ دي لقيت لطيفة. لقيتي مشكلة. انا هوريك اذا كانت لقيتك ولا مش لقيتك. اهو. لا. لا لا تلات لقيتي. عقابا ليك بقى هتغني، قصدي عقابا لينا احنا هتغني لنا انت دلوقتي. لا هو يعني علشان العقاب ما يبقاش بينا احنا الاثنين. يعني ادوني فرصه اسخن صوتي شويه عشان انا صوتي بيسخن على الشمس. ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم فنان من الاردن، الصوت الواعد المتواعد، المطرب الفنان ماجد حبيب. بحبك زي طفل صغير بخاف عليه وراه، زي مسافر بيصعب على زي طفل صغير بخاف عليه وراه، زي مسافر بيصعب على الشمس والمطر والهواء، زي ما تكوني لكل قلب جريح الدواء. بحبك وانا لاجل حبك ابي
اسيرك وانا اسيرك انا اسيرك قلبي ما بين وغيرك ما بين وغيرك حبك وانا اسيرك انا اسيرك قلبي ما بين وغيرك ما بين وغيرك انت حياتي واحلامي وفرحة ايامي انت اميرك حبي ويا ريتني اكون اميرك وياريتني
بيهوى غيرك ما بيهوى غيرك. انتي حياتي واحلامي وفرحه ايامي، انتي اميرك حبي ويا ريتني اكون اميرك. انتي اميرك حبي ويا ريتني اكون اميرك. انتي اميرك حبي ويا ريتني اكون اميرك. الفنانة لطيفة، لما قررتي انك انت تثقلي موهبتك بالدراسة، توقعتي ان الدراسة دي هتفيدك كمطربة؟ والله مدام سناء، طبعا انا يعني بنصيحة من كبار الاساتذة الاستاذ بليغ حمدي والاستاذ عبد الوهاب محمد، طبعا يعني عملت بنصيحتهم وكنت فعلا مستنية انه الموسيقى تثقل موهبتي بشكل احسن يعني. وفعلا انا هذه ثالث سنه في المعهد العالي للموسيقى العربيه، وفعلا حسيت ان هي خدمتني يعني خدمه جيده يعني. طب ايه رايك في المطربات اللي بيغنوا وصوتهم حلو جدا ونجحوا نجاح كبير قوي برضو ورغم كده ما درسوش خالص؟ هو اكيد يعني احنا لو قارنا مثلا هنلاقي انه كبار الفنانات زمان يعني ما كانوش بيدرسوا موسيقى ولا نوتة ولا احسن العازفين اللي هم زمان يعني. لكن طبعا في وقتنا طبعا ما يعني يمكن ما يسمحش الوقت انه الواحد ممكن يتعلم عن استاذ لمده وقت طويل، لكن اكيد الموهبه ليها نصيبها الكبير في تكوين الفنان. لكن طبعا من حسن الحظ انه الواحد يدرس موسيقى حتى يتمكن اكتر وتتثقل موهبته اكتر يعني. انت قلتي لي انت بتدرسي في سنه ثالثه انت دلوقتي؟ لا احمد بدير فين؟ احمد؟ لا انا وائل اخوه. وائل اخوه ده ايه؟ سرق مني الجاكيته والكرافته وانا عندي فرح جيت اخدها. لا لا، انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ عامل ايه؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ما كنت لابس كويس. ايوه بهرب من السؤال اللي هتساله لي. اي سؤال؟ حلوه الجاكيت. هتقولي لي انت جاي متنكر عشان ما تغنيش؟ ايوه. مش معقوله. طب انا عايز اسالك حاجه بقى، هسألك سؤال مش غنى يعني، انت ما غنيتش ليه في المسرح رغم ان المود ان كل الممثلين المسرحيين يغنوا؟ وانا يعني صوتي حلو ما بنكرش. ايوه يعني والواحد مش مغرور يعني. بس هو حته ان ما يعني ما تعمليش الحان في يعني في مسرحيه ريا وسكينه سوري الباب غنت مع شادي، ومعمنه مدبولي غنى مع شادي، وانت قعدت تقول مين؟ لا قعدت اقول وان وين 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 دي السلم الايه؟ سلم كله دي كل لا انا مسممة على فكرة انك انت تغني. ما بلاش انا مسممة. انت كمان لطيفة؟ انا كمان يعني يا ريت. انا مسممين احنا، هتلبس لنا اي حاجة برضو هتغني، كلنا هنبقى سعداء. انا خايف تتعقدوا والله. لا لا بلاش تواضع، بس عيب ان انا بتواضع. فتلة وفتلة يبقوا طبارة وحبيبي على مصيد حارة، فتلة وفتلة يبقوا طبارة وحبيبي على مصيد حارة، حيكلمني ويطمني، حيكلمني ويطمني وحيديني برنش أمارة. فتلة شفتي انت معجبة الحقيقة لطيفة تفشل. لا يا استاذ احمد والله ما تفشتش سمعت الفتلة كلها. انا هو هنا على المسرح. هنا؟ طب ثانية واحدة اغير عشان اجي اسمع معاكي. لا 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 انا عايزة اسمع لطيفة. انا حاجة اسمعها معاكي بسرعة.
مطمن ليه؟ عندك شك فيه؟ مش مطمن ليه؟ عرش القلب ملكته وترفعت عليه، عرش القلب ملكته وترفعت عليه، عرش القلب ملكته وترفعت عليه،
اسمحلي دكتير، كل ده قلوت غير اسمحلي اسمحلي دكتير، عرش القلب ملكته وتربعت عليه، 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 كل ده قلوت غير اسمح لي ده كتير، كل ده قل وتغير اسمح لي ده كتير، بتغير لي ومن ايه عندك شك فيه، بتغير لي ومن ايه عندك شك فيه، عندك شك فيه ايه يا الفنان احمد بدير امتى ظهرت عليك اعراض الكوميديا؟ هو انا سخنت في الاول وبعدين جابوا لي الدكتور اعراض، هي هو مرض يعني الكوميديا مرض؟ لا انا بقصد يعني انها يعني هي موهبه يعني اكيد. ظهرت عليك يعني وانت طفل صغير وانت غلام صبي شاب امتى يعني؟ كهل برضه يعني. لا هو أعراض التمثيل أساسا ظهرت عليا من وأنا طفل، أعراض الكوميديا من وأنا شاب يعني من وأنا طفل لغاية تقريبا 25 سنة يعني قبل دلوقتي بثلاث سنين كده كنت بمثل وغاوي تراجيديا جدا وأحب أعيط وأسمع أغنية خسارة خسارة الحليم أقعد أعيط. تعمل إيه؟ عيط. بتاعت ازاي؟ لا ازاي دي مش عارف. فالحقيقة يعني كان اهتمامي بالادوار الانسانية او التراجيديا يعني عموما كان اكتر من الكوميدي. يمكن الكوميدي جه على كبر، اعراضه جت على كبر. اهي لطيفة جت. انا الحقيقة بنعمل بس كده نوع من التمهيد علشان نتكلم طبعا على موضوع زي ايه اسمهم ايه؟ سارة ودعاء. سارة ودعاء. لطيفة، امتى ابتديتي تكتشفي ان صوتك حلو؟ انه حلو والله ما اعرفش يعني، لكن ابتديت يعني طبعا عائلتي اهتموا بيا من وانا طفلة صراحة، واول انسانة يعني شجعتني ان انا ادخل واغني امي وانا طفلة. يعني طفلة يعني قد ايه كده؟ من 4 سنين. وانت عندك 4 سنوات برضه؟ لا ده انا يعني واقعة في مطب جامد قوي بينكم انتوا الاثنين. مطب سنين. انا بقى عايزة احطكم في يعني في وضع برضه مش يعني هتفرج عليكم شوية. في لما هتسمعوا تعليق الاطفال استوديو 87 على كلمة قدمناها لهم. اهو الشريط. باخدها معي على المدرسة. ماما بتحبها كتير. ماما وبابا بيحبوها. بنخبيها. ناس عندهم شوي. ناس بيحبوها كتير. بحب يكون معي كتير. دي ممكن يكونوا بيتكلموا عن ايه؟ مامي وبابا بيحبوها. ايه وانا بدي اخبيها، وانا بخبيها. قال بشمها مثلا؟ الايه؟ قال بشمها مثلا؟ ايه؟ لا ما قالش. قال ايه بشمها؟ هل ممكن نسمعها تاني؟ لا ما فيش فايدة. بس هو قال برافو عليكي. اهلا وانا بحب اخبيها. واضح انها هي وانت بابا وماما بيحبوها مش عيب؟ ده اللي خلاني حسيت ان العملية مش مظبوط. انا شخصيا وماما سارة ودعاء ما بنحبش الفلوس. واضح. الاستاذ احمد، استاذ احمد قول لي دلوقتي يعني ابتدى امتى يبان عليك الطول وانت طفل؟ يعني ابتدى وانت طفل يبان انك انت طفل طويل؟ هو انا طويل؟ طبعا. يعني انا يعني وانت طفل كنت طفل قصير بالنسبه لسنك؟ لا انا مولود كده. مولود كده. لا هو يعني وانا في ابتدائي كانوا اللي يشوفوني في الفصل يفتكروني في اعدادي. وانا في اعدادي يفتكروني اللي في الفصل ان انا في ثانوي. وانا في ثانوي يفتكروني مخلص جامعه بقالي 10 سنين. ودلوقتي؟ لا دلوقتي بقى برضه على المعاش. استاذ احمد حصلت لك نوادر ابدا وانت طفل ممكن تحكيها لي؟
كنت وانا طفل في مره وانا مروح وجاي من المدرسه، كنت تقريبا في رابعه ابتدائي، فمروح ففي ولد معايا فاتخانقنا سوا. انا من النوع اللي طول عمري ما اتخانقتش، ولا عمري امد ايدي على حد ولا حد يمد ايده علي، انما الموقف اتصعد لدرجه ان ايه، ان لازم ادافع عن نفسي. انا طويل والواد كده، طبعا اياميها يعني يبقى انا كده وهو خالص يعني الفرق كبير كده. فانا قلت بقى طويل الواد هيخاف مني، قلت له مش عارف ايه، رحت زقه فالواد وقع وراح قايم. فالعيال بقى اتلموا الناس، واحد الراجل ايه يا ابني انت مش حرام عليك ده قدك ده عشان تضربه؟ الواد ما فيش، انا لسه بقول له يا عم يعني هقول له خد مني حاجه، مش فاكر بالظبط ايه الموضوع. لقيت الواد ده واخدني مقلب وانا في الارض وهو نازل فوق يضرب، انا طويل وهو صغير بس. خلصت كده يعني طول على الفاضي. لطيفة عندك ندى تحكيها لنا؟ والله يعني بصراحة اتضربت مرة وانا طفلة، لكن هو فعلا كنت وانا طفلة خالص يعني مروحة من روضة الاطفال، فالمفروض يعني ماما بتستناني واروح على بيتنا. لقيت نفسي مروحة على بيت الاستاذة اللي بتعلمنا الغنى في روضة الاطفال، فامي قعدت طول النهار بتدور عليا، وبعدين يعني روحت. خدتي العلقه اياها المحترمه يعني. يعني كلنا اتضربنا واحنا صغيرين. انا ما اتضربتش الحمد لله. هو هادي اللي ما بيتضربش وهو صغير؟ يتضرب وهو كبير. دلوقتي لو تشوفوا معايا المطرب مصطفى شعشع. Thank you.
بكره يا حلو بكره بكره بتشتاقي بكره وبتقولي فرقه مره سامحني يا حبيبي سامحني يا حبيبي دلوقتي. شايفين انتوا الاثنين المونيتور ده اللي وراكوا؟ شايفين؟ طبعا. انا عايزاك تشوفوا، انت ما تشوفيش، خلي ظهرك كده. ايوه تعالي كده. ليه؟ وهنحط الفيلم دلوقتي، جزء من فيلم، وتشرحه للفنانه لطيفه، وعليها انها تتعرف من الشرح بتاعك على الفيلم. قناه الاراجوز بتفرج يا سلام، والبنات كلهم عمالين يتفرجوا على الاراجوز، وبعدين جت هي بقى البطلة عفاف راضي. صح. حلو. حسن بلاش دي بقى. لا سكي بلاش. ضربها بالقلم وجريت منه، راحت جاريه منه، قعدت تجري عماله واحد حيش علشان ما يضربهاش، راح ماسكها. مين اللي معاها غير حسن السبكي؟ يبقى مش هقول اسم البطل. يبقى هو مش البطل. ماسكها برضه، ماسك عفاف راضي من ايديها. والناس بتتحايل عليه وبتقول له عيب يا اخي عيب. قال لها انا حر. الله. اخت بقى وانا لازم ادافع عنها. ما دام عفاف راضي معروفه يعني. خلاص عرفتي. شفت بقى. يبقى ايه؟ مولد يا دنيا؟ الفنانه لطيفه، في ناس كتير قوي بتسال ايه سر التقاطك السريع جدا للهجه المصريه في الغنى؟ والله يا مدام سناء، يعني بصراحه ليه عده اسباب. اولا وبكل صراحه، طبعا احنا في تونس تربينا او من اول صغرنا بنسمع الغنى الشرقي المصري، وبنشوف الافلام العربيه المصريه والمسلسلات عادي يعني زي كل بلد عربيه. والى جنب هذا اني انا صار لي سنتين ونص في مصر وبدرس موسيقى، فطبعا اختلاطي مع الشعب العزيز الغالي المصري هو اللي كون لي يعني اللهجه المصريه. طب لطيفه، ممكن يا ترى مثلا ملحن تونسي يلحن لك اغنيه كلماتها باللهجه المصريه، او العكس يعني ان واحد ملحن مصري زي مثلا مليح حمدي يلحن لك اغنيه تونسيه وتحسي انها مظبطه الامور مع بعضها، ولا لا؟ هي حصلت وكانت ناجحه يعني. الاستاذ بليغ طبعا لحن
السيدة عليا التونسية، فكانت أغاني حلوة جدا يعني، كلامها نص تونسي ونص مصري، وكانت مقبولة جدا وكانت حلوة يعني. لكن هي طبعا موسيقى التونسية بتتميز ببعض المقامات والنغمات التونسية اللي تتميز بالنغمة التونسية العريقة يعني، اللي يعني صميمة تونسية يعني. الأستاذ أحمد بيدير هل لا بص أنا بس لطيفة هل بالضرورة الفنان الكوميدي يجيد إلقاء النكت؟ الفنان الكوميدي من وجهة نظري هو أسوأ كوميديان برا خشبة المسرح أو برا الإطار الفني اللي هو محطوط فيه، سواء مسرح أو تلفزيون أو سينما. مش عارف، أنا بحس شخصيا إن الممثل الكوميدي ما بيبقاش دمه خفيف في الحياة يعني، مش زي يعني ممكن إنسان عادي جدا يضحكني ويعني ويضحك 20 واحد عادي، إنما هيطلع المسرح يضحك مش هيضحك، والعكس برضه. كل ده علشان ما تقوليش نكتة؟ لأن الكلام اللي أنت عارف النكتة بالنسبة لي زي إيه؟ شفتي مستواي الجميل في التمثيل في التمثيل ليه؟ في الغنى في فتلة وفتلة؟ مستواي في النكت لا يقل عن هذا، ده عيب بقول نكتة؟ كفاية لا كفاية علينا ولطيفة تمشي أيوه لا كفاية علينا مش كده برضه؟ فتلة وفتلة دي والدبارة كفاية علينا لطيف أيوه هتضطري إنك أنت تلعبي دورك ودور أحمد بدير، بمعنى إنك أنت يعني أنا كان مثلا في ذهني إن أنا أخليكي تغني لي كده أغنية دندنة، أخليكي تغني أغنية وتغني أغنية وتغني أغنية ثلاث أغاني؟ ده أنا مستعد تشيلي كل كلام والأسئلة اللي جاية وتغني لنا 10 أغاني بصي لطيفة هنبتدي بأغنية تونسية، إيه رأيك؟ والله طلبكم غالي بصراحة يعني طيب حاضر عيني أسمعكم شوية من أغنية الفنان التونسي الهادي جويني، كلماتها بتقول تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذينا، تحت الياسمينة في الليل ترارا نسمة والورد محاذيني، تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني، لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني، لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. الله برافو برافو برافو. طيب هننتقل من تونس لمصر مع أم كلثوم. ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا، وجدت الأمل فينا، ليلة العيد هلالك هل انا حسيت ان النهارده الوقفه وان العيد بكره سوا، رجالنا نفس الاحساس انا وانت والله. ثالثه طبعا، بس عارفه ايه؟ عارفه ايه؟ اسمهان. حاضر اغني لكم شويه من ليالي الأنس. يا ليالي الأنس في فيينا نسيمها
ده ايه؟ ده انت بتسخني لها. لا ما فيش، ما تحاوليش. يا حته صغيره كمان بعدي. ما بين رنين الكاس ورنت الالحان غنى الهوى مياس في عاصف الاغصان. شيء يدغدغ المشاعر. الله على الكلمة، هي بالزبط على فكرة كده. جبتها منين دي؟ ما أنا حسيت إن مشاعري الدغدغت فقلت. دغدغت. لا والله شيء جميل. يعني أنا كنت عايزة أقعد معاكم الحقيقة فترة أطول دلوقتي، لكن عندي موعد مع المطرب مصطفى شعشاعة فهدردش معاه شوية. اسمحوا لي. تغني لي حاجة لغاية ما تيجي مدام سلام. أهلا بالمطرب مصطفى شعشاع من الأردن. الأخ مصطفى، هل الأغنية الأردنية متميزة لحنا وكلاما؟ هو بالنسبة للكلام أكيد طبعا اللهجات لكل بلد إلى لهجة متميزة فيها، فهذا أكيد في تميز يعني. أما بالنسبة للحن يعني ممكن نحكي فيه تميز في الأغنية الفولكلورية، لأنه لكل بلد إلها فولكلور خاص فيها، فبطبيعة الحال بده يكون متميز. أما الغناء يعني الأغنية المتطورة يعني ما بنقدرش نقول متميزة يعني، يعني دول عربية حالها من بعض حالها. أنت بتفضل إيه بقى، التراث ولا الأغنية المتطورة؟ يعني بفضل الفولكلور، بحبه أنا. أنت أصلاً بتحب الفولكلور؟ طبعاً. أي فولكلور؟ الأردني؟ الفولكلور سواء كان أردني يعني أي فولكلور. طب أنا عايزة يعني أغنيتين فولكلور بسرعة كده، يعني قبل ما نسمع أغنيتك الثانية في حلقة الليلة دي، تعطيني نموذج لفولكلور أردني. فولكلور أردني. هنقول واحدة هيك سريعة. مقدر أقول لك ويلي ويلي مع السلامة روح، مقدر أقول لك ويلي ويلي يا قلب ويلي حبك اتملك ما
مل والحشا والروح حبك اتمل ويلي ويلي يا قلب ويلي يا قلب ويلي. الله. الأخ مصطفى أنت دارس موسيقى؟ نعم. فين؟ يعني دراستي كانت البداية في مصر. أه. وبعدين تابعت الدراسات العليا في الكويت. في الكويت. بيبقى فيها ايه؟ بتاخدوا اصول بقى الاغنية العربية، التراث والشكل الجديد، ولا يعني دراسة الموسيقى متعددة المواد، يعني في مثلا الامور الموسيقية اللي هي ما بياخد مثلا الواحد بيتخصص في آلة معينة. وبياخد آلة مصاحبة لها. على سبيل المثال انا كان تخصصي كمانجا، الآلة الاضافية كانت بيانو. طبعا بناخد بالنسبه للاصوات موشحات، بناخد سولفيج الشرقي والسولفيج الغربي، بناخد مثلا مواد ثقافيه وموسيقى عربيه واجنبيه وكلاسيكيه وكل كل يعني شيء عشان يكون في المام في بكل الامور. طيب انت يا ترى يعني بعد الدراسه دي او قبليها الله اعلم، يعني لحنت لنفسك او عندك موهبه التلحين قبل الدراسه؟ لا، بعد الدراسة. بعد الدراسة. ممكن التلحين يجي نتيجة فقط للدراسة دون موهبة يعني؟ لا طبعا يعني الموهبة أساس. بس يعني الدراسة بتكشفها. أو بتسقلها. أو بتعطيها قوة أكتر يعني. فلحنت لنفسك؟ لحنت لنفسك. كل أغانيك؟ لا. بتلحن للآخرين؟ للآخرين لا. لسه؟ يعني بنقدر نقول لسه. يعني في تجارب كانت بس على مستوى واحنا طلاب يعني. اها. طب ايه فولكلور تاني انت بتفضله وبتحب الى جانب الفولكلور الاردني؟ ممكن نقول شيء من التراث العربي؟ ممكن مثلا شيخ سيد درويش. يا ريت. مقطع صغير بس اتفضل. ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي عزمة.
انت هتقول لنا ايه بقى؟ خلي اللي يقول يقول. اه بس انت ناوي تقول لنا ايه دلوقتي؟ هقول أغنية من كلمات الأستاذ حسين حمزة. أيوة. ألحان زهير عساوي. أيوة اسمها لا تغضبي. لا تغضبي. أكيد هنبقى سعداء جدا وإحنا بنسمعك. مفيش أي نوع من الغضب. اتفضل حضرتك. Thank you.
وانا لا تتعبيني تتعبي لا تتعبيني تتعبي. الفنان احمد بدير، وارجو ان الفنانه لطيفه تكون هتوافقني على الكلام اللي انا هقوله ده. لا هي موافقه طبعا. انا ملاحظه ان انطلاقك في الاذاعه في التلفزيون وفي المسرح وفي السينما بنفس الدرجه، يعني ما فيش فرع منهم طغى على الفرع الاخر. ازاي قدرت تحقق ده؟ لانه عاده في فرع من الفروع بياخد الفنان اكتر. يعني هو يمكن يعني الحمد لله انا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني في حته ان اثبت الى حد ما وجودي في كل مجال من الثلاثه دول بالاضافه للاذاعه على فكره. يمكن لاني بدات فيهم الاربعه من وانا صغير، بمعنى من وانا صغير مش سنا، من وانا صغير فنيا قوي يعني. يعني بقول جمله في الإذاعة، بقول جملة في التلفزيون، مسرح، سينما. الجملة هنا بقت جملتين، بقت جملتين، جملتين، بقوا خمسة، بقى دور تاني، تاني، بقى دور أول، يعني الحمد لله ماشيين مع بعض. يعني ده مش مضايقني، يعني ده مخليني سعيد جدا بإني محقق ده الحمد لله. لا لا أكيد طبعا، مش معقول إن هو ده يضايقك يعني، ده إحنا كنا خايفين إنه أحد هذه الفروع الفنية ياخدك يعني من الفرع الاخر. لا واحنا مستمتعين بيك في الفروع الاربعه. انا عايزه اريحكم شويه. هنعرض عليكم دلوقتي مشهد تمثيلي فكاهي قصير، وبعدين خلوا بالكم عايز اسالكم يعني بضعه اسئله. طيب حلوه، بضعه اسئله من خلال التمثيليه. بس الاول شوف اشوف انا بسمع الاحداث ليه. مش معقول كده، بابا ده هيطير البرج اللي فاضل في نافوخي. انا برضو اللي هطير البرج اللي فاضل في نافوخك. انت اللي يكشف على نافوخك يلاقي فيه برج واحد هو اللي فاضل فعلا، برج الثور يا زينب. مش معقول كده يا بابا، اختي متقدم لها عريس وعريس لقطه تقوم ترفضه؟ اتفضل شوف جوه عامله ايه في نفسها، مموته نفسها من العياط. يعني يا اختي يا حبيبتي يا زينب، انا قلت 100 مره سعاد الاول وبعدين نوال، الكبيرة الأول وبعدين الصغيرة. وبعدين أنت ما تتكلميش، أنت صغيرة خالص. يا بابا إن كانت سعاد وهي الكبيرة واللي حضرتك مطلع الفرمان ده مخصوص عشانها، موافقة إن أختها الصغيرة تتجوز قبلها. آه هيعملي فرحتك يا نوال، يا اللي ممكن مش عايز يجوزك يا نوال. وبعدين يا نوال أنت هتندبي ولا إيه؟ مفيش جواز قبل أختك الكبيرة سعاد. يا بابا يا بابا، سعاد موافقة إن أتجوز قبلها. تبقى موافقة من ورا قلبها. لا مش من ورا قلبها ولا حاجه، دي موافقه كتابيه منها شخصيا ان اتجوز قبلها. ولو سعاد الاول وبعدين نوال، الكبيره الاول وبعدين الصغيره. يا بابا ليه العند ده؟ ده عريس لقطه عنده شقه وعربيه وشغاله كمان ومليونير. مليونير يا بابا، هو صحيح تخين شويه لكن مليونير. ريحي نفسك، ده الظهر الجزار، اما اروح افتح له. افتحي له بس سعاد الاول وبعدين نوال. يا بابا مفيش يا بابا. وبعدين تعالي هنا، العريس اللي جالك ده شافك فين وشفتيه فين؟ انا لا شفته ولا شافني، دي طنط خيريه هي اللي جايباه. طنط خيريه هي اللي جايباه؟ تاخده ترجعه. يا بابا يوه اعمل ايه، ما عايزه اتجوز. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ. كشاف الكهربا يا بابا عايز يشوف حضرتك، الظهر العداد بايظ بس مصمم انه يشوف حضرتك. يشوفني يعمل بيا ايه؟ صبرك عليا يا مواردي بيه. صبر عليك بمناسبة ايه؟ كشاف الكهرباء جه اول امبارح كشف، وبعدين المحصل جه النهاردة من ساعة بعد ما خدنا له 48 جنيه و16 قرش ونص. المبلغ كان اصله 48 جنيه و16 قرش ونكلة، قال لي يبقى لكم 3 مليم. اتفضل الوصلة اهو. طيب هدي نفسك يا مواردي بيه، ارحم حنجرتك يا مواردي بيه. على فكرة في مفاجأة عشان حضرتك، انا مش كشاف الكهرباء. امال انت ايه؟ خليل مرسي ابو المكارم البرديسي، مدير شركه الشمس المضيئه للادوات الصحيه. مرتبي 400 جنيه في الشهر، وعندي فدان ونص بزرعهم مانجا، قهوه ركوب الحنطور، لما ابقى مستعجل بركب تاكس. احترم الحياه الزوجيه. وبعدين بس يا فندم،
وطالب القرب منك. طيب اتفضلي 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 جوه. نعم حضرتك كنت جاي عاوز ايه؟ اتفضل اتفضل اسرائيل اتفضل. ابدا يا فندم انا كنت طالب القرب منك عريس ومتقدم لحضرتك. متاسف ما عنديش حاجه تنفعك. ليه بس يا عمي مواردي؟ لان انا مبدئي معروف. ما انا عارف يا فندم. ما انت ايه؟ انت ازاي راجل انت تدخل البيت على انك كشاف كهرباء ويطلع انك عريس؟ اصل انا عارف يا فندم ان حضرتك ما بتحبش اي عريس يجي هنا فعشان كده عملت الحيله دي. يا سيد خليل انا مبدئي معروف، الكبيره الاول وبعدين الصغيره. ما انا يا فندم انا. ما انت ايه؟ هو عشان الكبيره ما عندها 37 سنه تقوم تبور، علشان ما هي وحشه تقوم ما تتجوزش، علشان ما شعرها راس عبد تقوم تعنس. يا فندم انا سمعت ان هي عندها 22 سنه وبعدين قدامها المستقبل طويل يعني. احنا بنقول كده علشان نغري العرسان ومفيش فايده. يا فندم انا سمعت ان هي زهرة مضيئة في بيت حضرتك. لا هي زهرة ولا هي مضيئة، أمها بتحط لها كل يوم 3 كيلو مكياج ومفيش فايدة، شاري لها باروكة من كوافير النجمة اللي على ناصية الشارع، حتى روح اسأله. طيب والصغيرة ذنبها إيه؟ ذنبها إن أختها الكبيرة وحشة. أنا نسيت، أنت كنت جاي عاوز إيه؟ لا ولا حاجة. سلام عليكم. أنا كنت جاي أخطب بنتك الكبيرة. طبعا احنا بنشوف شيء من المبالغة في تصرفات بعض الشخصيات السكتش لاحظتوها طبعا، لكن يعني هي طبعا مبالغات معقولة في المواقف الكوميدية، صح يا أستاذ أحمد؟ لا يعني في يعني شوية مبالغة؟ لا يعني بيبقى مطلوب المبالغه في مناطق معينه، انك عايزه تاكدي حاجه تبروزي شيء اوفر، انما مش كقاعده يعني. مهم المهم. المهم جه ذكر ثلاث اسماء كواكب في السكتش ده، الشمس والنجمه والزهره. استاذ احمد بدير تعرف قطر الشمس قد ايه؟ يا سلام. يعني هو قد قطر الارض كم مره؟ ده الاولاد الصغيره يعرفوا الجواب. ايه يعني ده حاجه اصلا المفروض ما يصحش يعني. ان انا اتكلم في حاجه بديهيه يعني. هي ما يصحش. فلو في سؤال اصعب يعني اسالي السؤال ده لطيفه. لا ده حاجه. وانا خلي لي سؤال اصعب شويه. هو قطر ايه؟ قطر الشمس. هو يعني او قطر الشمس اكبر من قد قطر الارض كم مره؟ انت غلطت وقلت اكبر، يبقى اكبر من قطر الارض بمقدار قطر ونص. هو طبعا الفلكيين قدروا قطر الشمس بحوالي 865 الف ميل بالظبط، يعني حوالي 110 مره قد قطر الكره الارضيه. حسبوها ازاي؟ نفسي افهم حسبوها ازاي؟ يعني طلعوا فوق الارض وقاسوها وبعدين قاسوا. الفنانة لطيفة. أيوة. ايه الكوكب اللي بيعتبر كوكب الزهرة توأم ليه؟ دي سؤالات يعني بيشبهه بقى. جدا جدا من ناحية الحجم وطبيعة المادة اللي بيتركب منه. هو انا يعني بصراحة مش ضليعة قوي في المسألة العلمية، لكن اعتقد انه يعني التوأم لكوكب الزهرة هو كوكب الارض يمكن. برافو عليكي. برافو عليكي والله. طبعا مزبوط. صح. صح. لانه بتشبهها يعني قريبه منها في الحجم وطبيعه الماده اللي بتتكون منها الارض والزهره. وبعدين طبعا جو الزهره اكثر كثافه من جو الارض. ساعة الزهره بتتحط على الارض برضه. ريحه. هم على فكره عارف يا استاذ احمد عندهم في الزهره السنه كام يوم؟ السنه؟ اه يعني السنة مثلا تقف علي انا شخصيا. عليك انت شخصيا ب 365 يوم او 66 على اهل الزهرة بقى. لو كان في اهل يعني كوكب الزهرة 228 يوم بس، اقل من ايه ده؟ اليوم بتاعهم قصير قوي. طيب استاذ احمد، الاستاذ مواردي قال انهم اشتروا الباروكه لسعاد من محل كوافير اسمه النجمه. حاولت ابدا مره انك انت تقف كده في البلكونه وتعد النجوم؟ هو انا يعني عاده الواحد بيعد النجوم في عز الظهر،
انما بالليل والله ده اسئله. طب بقول لك حاجه غريبه، يعني لو بسيت في اكبر، لو انا جبت لك اكبر منظار فلكي في العالم كويس، وده المنظار اللي موجود في مرصد مونت ويلسون في امريكا، هتلاقي النجوم كام؟ شوف السؤال بقى سهل ازاي. لا كده انا شايف يعني كده انا من خلال المنظار اقدر احدد هم قد ايه، انما الاول طب اعرف ازاي الحل قد ايه؟ تعرفش؟ لا ازاي، هم حوالي من يتراوحوا ما بين 700 مليون الى 945 الف ديشليون. لطيفه تعرفي ممكن اجابه للسؤال ده؟ لا بصراحه ما رحتش ما شفت. هو الحقيقه العدد حوالي 1500 مليون نجمه. طب ما انا قلت كذا مليون برضه يعني. بس يبقى العلماء طبعا قالوا ان دي مش كل النجوم، يعني في ملايين النجوم الاخرى يعني بعيد عنا بمئات الالوف من السنوات، وفي نجوم تانية قاعده معانا اديكوا كام على 10؟ اديك انت كام على 10؟ لا انا شخصيا متنزل عن اي درجه، انا مش عايز، انا زعل الناس ليه، انا مش عايز درجات، انا كويس كده الحمد لله. ولطيف اعمل فيكي ايه؟ ولو انك يعني جاوبتي اجابه صحيحه في واحده من الاجابات بس اعمل فيكي ايه؟ غنيت لكم ثلاث اغاني. لا انت غنيتي اغنيتين. اغنيتين رسمي والثلاثه دول بقى شيش كده لينا. احنا عايزين اغنيه ثالثه رسمي. حاضر. هسمعكم اغنيه من كلمات الشاعر الراحل الاستاذ صلاح جاهين والحان الفنان الاستاذ احمد صدقي. احمد بدير؟ احمد صدقي. اسمها ايه؟ الهوى غلاب. الهوى غلاب. الاستاذ احمد بدير هراس جاي. هن هراس جاي وهن رحمه لنا. وايه الجوازه المهببه دي؟ ايوه يعني دي كانت لازمات ليك، صنعت شهرتك. هو اول حاجه كانت هراس جاي. والحقيقه انا بعتبرها هي النقلة الفنية اللي حصلت في حياتي. بس مش من خلال لازمة بس، لأن اتقال قبل مني لازمات في بعض الأعمال الفنية من أساتذة ممثلين، ومعلقتش زي حراس، مش لأنها اتقالت وحش، لا، لأن هراس مع جملة هراس جاي، انما الدور كان مركب وصعب جدا. يعني انا بعتبره اصعب دور عملته لغاية النهاردة. من خلال شخصية واحد بيدعي الجنون وبيبقى عاقل في مشهد ويدعي الجنون في مشهد اخر، وفي مشهد واحد ممكن يعمل المرحلتين. بس الانطباع العام عند الناس، يعني انت عارف حضرتك برضو بياخدوا اقصر موتيفة او اقصر جملة ويحفظوها، فحفظوا هراس جاي. بعديها اتعرض ارزاق وحفظهن رحمة لنا. قبليها خالص كان جوازتي المهببة دي، وده كان دور صغير جدا في مسلسل اسمه اللسان المر، ويمكن كان دوري طول الأربع حلقات الأخرانيين ما بقولش غير جوازتي المهببة دي. احنا مش عايزين هن رحمة لنا، لا جوازتي المهببة دي. ومع ذلك علقت مع الناس. بس علقت كلازمة فقط، مش من خلال شخصية قوية. مراتك في البيت عملت فيك ايه لما لقيتك كل ما حد يشوفك يقول لك جوازة ايه المهببة دي؟ عملت فيك ايه؟ بقيت لما تقولي اقول لها هن رحمة لنا. يعني في الاول جوازة ايه، انما في الاخر هن رحمة. هن رحمة لنا، هي لطيفة هتغني لنا. بيشرح الأسباب
أصل الهوى غلاب
بنشكر الفنان الكوميدي أحمد بدير. حليت مشكلتك؟ حليتها الحمد لله. انتوا عايزين دي في حاجة؟ لا عايزينها طبعا لتجوف الشرف اللي جايين في الحلقات الجاية ان شاء الله. لا ما فيش حد هيبقى عنده مشاكل. وشكرا للنجمة مطربة هذه الليلة الفنانة لطيفة. شكرا. نكون سعداء جدا بيكي الليلة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع ضيف شرف جديد ومطرب جديد وحلقة جديدة من استوديو 87.